دوان مدنيال البرلمان برلمان كورت شيش رأيت كقبطي أرنتا إثيوبيا مصر بيكالين وهاي الشيء يعني إن إنسان دجال السوحة ولي دياره هين وبيها نيل كسابسن إن أي توت كقاطان أو ديجان هذا وجار في العلم بدن بقى كذا لطي موشين وجارتي ضد بدن بقى هاللي حد صور تعرف مثلا موشين كبرلمان كمركي قف حلمانة ومقلة حسنات الله يقعد يدل ليه حسنات قف حلو أنا ما كي لياق هذا وين وسوء إذا سافرت حلال أنت وين وسوء إذا سافرت قدام بيله أو قدام بجلا وأنا كوشة إلا هاد درت إثيوبيا برلمان كان أنت أنسحي ودولة هذا ولا يري لالهم معامل هذا قال وعي لأني ما جرته وإلا هذا معامل كان أنا جي إثيوبيا وسوء على ولي طن كوشة وديار هذا جو عيدا كذي أنا بدار أنت أمسوم أما أدمس ده ولي كتر سنة سفرت دي ديا فرن وقزولة جو كسماء حليل كان جي إثيوبيا أنت كلا جواي dagaal isku cilaalinay cadaw loo aqoonsaday cidii la macaamalaana khiyaano qaran uu ku kacay loo aqoonsaday hadda anay xaaladaas ma filayo xaaladaasna waxa laga soo wax hukoomada inay ilaalinaysay tiraado waa nimankaas waa kala qoosanay waxa noo dhaxay waa dagaal cidii lagu arkaana waa sharci baarlamaanka keenta oo la ansixiya cidii markaas taageerta waxa la dhigi karaa in waa qof ku kacay khiyaano qaran ku kacay waan dhageystay aniga hadal jeedinta xilmaanada waan dhageystay wuxuu laba jeer aan dhageystay marna Itoobiya horta kuma arag laakiin waxay ka hadleen in aan dagaalkii Niilka ka jira aan loo soo xawelin Soomaaliya ani waxa leedahay siyaasadda arrimaha dibadda baarlamaanka ma leh sadex arrimaha dibadda xukuumadda iska leh cidda ay la heshiinayso iyo cidda ay la heshiinaynin iyo cidda ay keenayso iyo cidda aysan keenaynin waa shaqo xukuumadda u taala baarlamaankani wuxuu leeyahay xisaabtan kaliya inuu la xisaabtan ugu yeero marka xilibanadan shalay xukuumadan ayaga sii daayay oo waxay rabaan u marsiinay baarlamaanka أما دستور لسوا حلوة اللي جيبيها هذا حلوة اللي هو كاني أما وحي الله لي وحي مشت لك أنا أيقون بقى أنسى حجري مركا ما أنت كلي حكومة ده ما يصير حمانين وأنا إني سوى هذا اللي حسابته معيان إن سياسة داريمة دبد إني قلدنتها جود داريمة دبد هجرو بروسس كعادي عن لما رواي جود داريمة دبد برلمان كو إنه وعاء وزير كريمة دبد أو يرادا سيكون على أريمها إن كان ولا حسابته ما لكن وقلت إن برلمان كورتيس أريمة أمن قومي لحريرة لسجاتنا جودو وقلت سيد اللوقة في العيدين قلت إيه وحلمان أرنتوا اللوقة في العيدين قلت إيه هاد حلمان كو إنه مسؤول نقلة سجن نفتيس وحن أفاريس هين إنه 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 قال سحمة لكن دجانا ذاك زوجي أنا ضد بكار لحلمان داس وشجعي إن إثيوبيا عير حالة تهاي أو تشوي سو أيوة كفر حسينهن تاسو ما ممكن سو سومالي ديو أو قيمنا الله عيري إثيوبيا ماشي من ولا غير هذا الله يا سمي ساس حلمان ذا سمي ما حلمان يوسف علي دت ديجانا ذيك سو جيران دت بدن يا حلي كدمرك وزير حكومة ذات شغالة ريدة وضيال دقن تهلين أي رهدم ودلينا والله إن و ومدة أن كلها هو غلط بدي فالعلن تها سابق غلط حلمان كان وحال الرواة سيدي بارلمنتري اللي ويا قاعني هدي أو كونسان كقبو أما ولع كقب سياسة دارمة دبده أي حكومة ده على سياسة دارمة دبده وحن يدول في دراك عسكري هدول ولع كقب ويا قنا ماشى ولع سوق عدل عسكري ماها شرير جرائد يو يو برلمان يو ماها وقلب تاس ده كان كفل عليه لو حل الدليل وحل العيان أنا وإلى قلدين سيدم إن لا ده بلقوني إيديان جوني لتارج الجرياني وابك كحل لي أنا قلدنتها أهم سنة أنا ما رأها هذا إن ده بل لوساريو وحي أي سميز وأنا شجعه أنا دولت قبلات هذا كسر درت إذا ماذا أدمس دولة فدرالية كسر درت يتوبي الشيء كله بقي يسوي كدولة فدرالية على سياح لي حد وحي أجوا عند دولة فدرالية هالك آه وأنا ركب حد ما يسند هين مركو ما لقيت كاس دولة فدرالية كاسكال دولة قبلة ما بلبا شعبنا ما بلبا لكن شعبك هدي ده هان ورأنا جه هدي إذا ماذا نجرب حان ضد وحان الله ينعي أرجع جهسا ودي بعتده وأجنا أنا قبلات رأسه ومري قاعد اللي بعتده كده عادي رفاتك قفل بو أجيه وامد على يا مركا وحلو بعيا سياسة أرمى جذو من نما أرمى جذها دبلوماسية سرق وحرفة يحرف تنمو يقان جرن ما كل سن إياه واقع عن إن لا تفعل جلو الله في ريو محاكاة أنا إتوبي مركب أنا أباه أنا نبض نو إلاليسو أنا إتوبي أنا نبض إلاليسو ظروفها كانت ظروف تين هو تاجنت هذا متيج وتاجنت أقول مركب هذا على جرن ربع جديد دوين كاس ماشي يلا إن عندكم مارسوا، أضيع لقى هذا الشيء يودد سي بلشر ريدو أو معاني شغال ريدو مالكسوا بحاء يو أرني حليك ران أنا جا إلى ما. سوماليا واحد جوك تعمل بدأ لقى جرجر تمية دولة سوماليا أنا صدق جرى لفرستي إثيوبيا
waliba kulanka uu dambeeyay Ankara oo ah kii wuxuu hoggaanka dhacay Afghanistan ma kala tahay inay sax ahayd in Ethiopia la fariisto kaarku waa caalami bankiguna waa amal fiiri madaxda Soomaalida ama dadka Soomaaliyeed dadka siyaasadda oo hoggaamiya Ethiopia wax kasta ay ku qanci kartay oo sameeyeen wax kasta ay ku qanci kartay oo sameeyeen laakiin waa qanci weyn Soomaa waa qanci weyn fiiri wax kasta Ethiopia lagu qanci karo oo lagu ilaali karo sensitivity-deeda iyo xasaasiyadeeda ma hay dalka soo martay iyo ku hada joogaa waa sameeyeen in oo nafar gacsa la yiraado in la dhaantaayo in muusig la tumo in walaalahan la yiraado in liiraada diyaarad oo masar oo wasiirka arimaha dibadda waa dhageysanaysa maxamed abdul isaaq AC lama keenin karo saal lama yee wax kasta waa sameeyse haddana waxay ka sii qaado un inay tiraahdo dulkiini iyo badiini aan damacsanahay dadka ma laba inay ogaadaan insaanka soomaaliga mahma oo duruf ala ku jiro karaama u leeyahay bini aadanimo karaamada dadnimo u leeyahay laakiin dadka soomaali maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa war hadaan sharafkeena iyo karaamadeena iyo dadnimadeena difaacanayno waa inaan u quurnaa waxa uu qaalisan u haysanaa aniga adoo annagoo qab iskuule qabiil ahaan qab iskuule dee qab qaran ma yeelan karno waa xaqiiq annagoo annaga inaan kala adkaana rabno adigana kama adkaan karno annagoo rabna inaan is eegano oo sida maanta aad arkayso wax ka socda Soomaaliya ama warbaahinta bulshada dhe ama dadka dhe oo la leeyahay xaramkii aan tigi qof muwaadin inta soo baxo kule Ethiopia tuna xaramkii aan tigi kule maani waxaas maxaa keenay dadka Soomaaliya heerkaas inay gaaraan haddana qofkii Soomaaliga inuu rabo inuu qab yeesho oo qab qaran yeesho laiskuma keenka ani marka waxaas leeyahay Ethiopia wax kasta waa u sameeyay oo lagu raali geli kara madaxdeena waa sameeyeen si kasta oo loo raali geli karo waa la sameeyay laakiin ayada ma ogola saas daraadeed annaga waxaan qabnaa simir qabta dadka Soomaaliyeed iyo hoggaankooda waxa laga rabaa inay la yimaadaan wixii tanaasul ah qabka xagga la iska dhigo loo tanaasulo Soomaalida loo tanaasulo Soomaalida xoog la saaro midnimadooda ama Soomaaliland ahaato ama kuwa kale ahaato oo qaybaha kale Soomaaliya federaalka hadda ku jira markaasaa laga adkaa karaa Ethiopia aan damaceeda aan wajihi karnaa markaasaan noqon karnaa dad iska celi karaa dadkooda markaasaan xataa ummad kale kaasho karnaa oo ay garab na sii karaan laakiin fiiri adduunku waxa ugu daran intaa maanta go'aan iska qaadato caadifad ah oo dadku garab siiya ku keento waa sida hadda shalay turkiyana la yidhaahna garab siina ha la siiyo haddana waxaa la yidhi turkidii waxay wadaa ka shakiin haddana waxaan aadnay masar haddana waxa dhici karta Berlin la yiraahdo haddana masarti nafteedii qolaan la soo hadasho waxay tiri iyo masar ma soo gelin laga bixi haddana berri waxa soo kaleeto waxa da oo siyaasad ay ku soconayso ama Ethiopia la fariistaa oo kiiskan laga hadlay saxmo aragtaadi anigu ma arkayni hadda cadeeyaba horta qaraarka baarlamaanka soo saaray Ethiopia la fadhiisanin ilaa ay ka noqoto ku jirtay Soomaa MOU laakiin kala raacin Soomaa lama raacin aniga dawladda maba qasbayba xukuumadda hadeertaan oo mararka qaar kood baasho meel cariiri ka gali karta waxa aan leeyahayba duruf adagan ku dhex jirnaa hal furdaamiye ee qayb ka tahay in la fadhiisto dhimaa laha aniga saanu arkaa hadeertaan ma fiicneyn sax ma ahayn go'aan qara laakiin pragmatical waaqiciy markii la fiiriyo markii adduunka dhan ku yiraahdo adaan kula jirsanay oo gobnimadii madaxbanaanidii midnimada Soomaaliya waa ogolnahay laakiin adish Soomaaliya hadii jirtay shaatiga lagu qabsado waa laga garama haday noqoto xataa waxaan u baahanahay siyaasad cad mid wajahan mid la ogyahay waxa laga tagay waxa laga tagaynin waxa la soo qeybay waxa la soo qeybayn ay cadahay in miiska lala tagay ay ku fiican tahay takana waxaan halkan dawladda ugu jeedinayaa ay tala ah war dawladnimadu iyo siyaasadda arimaha dibadda iyo mid difaaca qof walba wuxuu rabo inuu iska sheegama waxaad arkaysaa laba wasiir oo hal mar hal wasaarad la joogo isla tuugid gareynahay war siyaasadda waxaa lagu yaqaanay inay hal meel ka go'do inay ay leedahay itijaah iyo go'aan cad ay leedahay cidda ku hadlaysaana hal meel looga hadlo hadda anaga Ethiopian isayna ma qof walba Ethiopia ka hadasha arrinta Soomaaliya hal meel looga hadla halkaas meel in loo daayo waa siyaasadda ma aha wasiirkii arkaa intuu iska soo qoro Facebook-kiisa iyo Twitter-kiisa iyo wuxuu rabo iska soo geliyo dadka qaarkood si uu hadlaya mas'uuliyad darro weyna ku jirto haddii dadka adduunka nafiirsanay loo turjumaa ayna la yaabayaan saw dhaqmeen ha
دبلوماسيه iyo sida adduunka loola hadlo iyo sida la isku difaacaho waa wax dowladnimo ah waa wax emotion oo shakhsi ah asaga caadifadiisa ku saleysa faraxu asaasan ku yaalay asaasan maaha wax luqad shaariic maaha luqad diblomaasiyada luqad dadka shaariic ay ku hadlaan maaha luqad difaaca maaha luqad dadka shaariic ay ku hadlaan maaha ha عبد الرحمن سومالي تدبه شيسن كبدان او امن قرن باي غشاو دولاد كلو نولا غشاي ايتوبيانا بودمناس بدن كود شيسي كول جيرتا اديغا مكو موقتا سوماليا دل انت سو استاغا او بنان كيماد او دحاي سومالي انا او ديمانايا دفاعيا ايتوبيا كيكسن انو جيرو والله ان وهي كو خرنت هي فيري اني هدا سدته الحكم يا ما اودي اما حكتلدي ما هايو marka dawladaha la fadhiisato dawladahan hal mid inaan cadeyno way dan u beelayeen horta id sadaqa fi sabilillah ijaarati Soomaalida awl dawladaha qaar iska caashaqsanaa jirto walaalahan way iska dhigi jiray laakiin hadda inay soo fahmayaan amooda dawlad walaal kula ah ama dawlad ku caadifoonaysa ama dawlad ku iimaaneysa ama jirto dawlad bo maslaxa ilaala waxa laga yaabaa in adiga ku hadda waxay dhahan ani waxaan aaminsanahay deertan Itoobiyaanka heshiiska ay la galeen Muuse Bihi Soomaaliland waxay dhigi jireen bargaining chip way gurgurtan way dowlad federaalka kula gurgurtan cid adiga ku iimaaneyso ku hiilineysaan ayda nafteedana danay leedahay Ethiopia ay kaleeday kula gurgurtamayso adiga naftaada hadaad xariif tahay oo diblomaasiyadaada ay fadhiiso oo da kaadir kugu filan oo karti iyo xirfad iyo aqoon la adaysatana adiga naftaadana taybta ka noqorta gurgurtanka qasamaha inaad taagnaato meel adoo og inay masalixdaanu ايتها متغير بدل ايتها استاتيك وحمل كوتا كان انسان هين سد امارين انسان له وتاس وحا او باانت هي مركه كادر ما هيسنا ما هيسنو بين لغم شيكو دد قدياسن هوشاس اني لا فال غلان او امن سياسه امن قومي او امن قومي ارمه دبد كو ديسن اي جيو بوليتيكس كا اسبدل اي مصالح دان اسود دربينيسا او دقيقه اسكو بدليسا ما جرتو وانا كوغو علينايا ارنت بدعس وا كريتيكال ها أرين ما أهل ديا سكر ما بدعس ومهمة ديا ذكاء هذا الشيء يسرع سوى هيان يعني دولة ذهك الدول إلا أمريكا استوت حالا سومالي أنا سدى الأركع وتحال بس لهذا وكبت بعد كرنا فدا انتاس أو دناع أو سايا أو قف كستدن ليه أنا كبت بدنا نكرر وعدت لكن وحنا نكرر أنا كبت بعد سوى كبت بعدنا ليه مهم حقو كبت بعدنا إنا نكادر كي أسكح جلهم مش أوجوه inaan dadkii ka kaashalayna dayta hata anaga aan isku filin cidan kaashalayna aan qaano inaan kala naqaano masaxiixan si isugu dhaciiso ise iska hor imaaneyso dadka dad waxa jira isla socodana kala socda tusaale aan ku siinaya hadda suudaan wadan crisis ki jira dheertan oo dhibaato ay ka jirto dawladda ku loolamaay wa maxaan ku sheegahay way isla socdaan wayna kala socdaan badacas dawladda ku loolamaay marka ujeedo korka waxa moodaa in sasoo wax kadan way kala socdaan Itoobiya hada crisis dhexdeeda ka jira oo aan qarsaneyn anaga nafteena duruufteena adiga aan haysato Soomaa Masar nafteeda dawladii hareerada dhana gubanay oo Liban iyo Suudi iyo Qasab dhana iyo Suudaan iyo Qasab dhana gubanay dawlad hadda ayadu faraxsan oo wixii isku aadan yihiin gobolkan maba joogtada marka adiga waxa laga rabaa inaad eegto se cidda adiga intee isku cidda isku halaynaysa xataa intee laaga isku halay kartaa laakiin ani waxaan aaminsanahay wali arintan in la maareyn karo anaga Itoobiya naga dhaxaysa aan aaminsanahay in haddeertan waa la socota midowga African Union-ka ama Greece amniga iyo nabadgelyada waxaa laga hadlay maal dhawaad ciidanka bedelaya ciidanka hadda bixi doona ATMIS dawladaha dhahayn waa ka qayb galayna midowga Europe oo la rabo lacagta inuu bixiyo naftiisa cidda lacagta bixinaysa naftiisa aragtay leedahay dawladda Soomaaliya nafteeda cidda ciidanka ka mid noqonaysa go'aan ay ku leedahay fiir kii lacagta bixinaya aragtay u leeyahay waa midowga Europe kii ciidanka uga qayb qaadanayay dan u leeyahay aragtina waa leeyahay adiga waxa laga rabaa marka aragtay dan inay yeelato aragtay dantaadan ay cadahay cidda aad soo gelinaysa cidda aad soo gelinaynin see ku qancinaya kii lacagta bixinaya oo ka rabta inuu lacagta bixiyo 8,000 askari oo la sheegay inay bedelaysa ku baxaya wuxuu rabo naftiisa waa inaad kala xaajootaa haddii ka lacagta asagu qasam ah inuu ku siiyo lacagta uu kugu bixiyo kii ciidanka ka mid noqonayay say isku burinayaan masaalixdu isaga soo horjeedo waa inaad qiyaasi kartaa kee aad rabtaa inaad u isticmaasho inaad ka kale aad ku jagarayso waxaa soo dhan day waxay u baahan yihiin masaalix in la miisaamo baahan waayo 2007 ilaa iyo haddeer ayaa ciidamada shisheeye Soomaaliya ay joogaan
ديسمبر سنة كان أول فيلي إن عسكرت قدام بيا عيدا كان عمي صومالي صومالي كان بحس إذا مثلهم مرار بنا كود بينا ما مغطوا عيدا عصب أيها هذا الصومالي مركا الله الله صاد دعبوله يا لكين درع عصب واللي بحساسية قبل كايس درع الكلاسكين ليهين هاي كتاعي أنت سو ما مغطوا أنت عصب سنة الجوجل در رئيسته وحكى الأسكار دافع أمني كم لحظة هي أمني كم سورين تقولها هذا شعب حرمت ويران إن عسكر صومالي أمني قول سوان arqam kaleeshwa waa guri si casri ah loo dhisay oo ku yaala magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Kaleeshwa waa guri leh adeegyada aasaasiga hadaba hadii aad daneeyso inaad magaalada Nairobi aad guri ka iibsato nagala soo xiriir telefoonada shaashada ku qoran ma hadda way sugan hadda madaxtooyada hadda amnigeeda askar Soomaaliyeed aad sugto laakiin ciidanka amsoom wali waa jooga hadda amaanka intan aniga ogahay arkay amaanka madaxtooyada hadda xarumaha dawladda waxa suga madaxtooyada yaan dhin xarumaha dawladda madaxtooyada hadda ciidan Soomaaliyeed sugo wana wiil Soomaali runtii waxa lagu faana waa ciidan nafteeda wana horumar la gaaray laakiin ina waxa ahayba amaanka dalka aniga aan wada haysano maxaa hortaagan waa siyaasad siyaasada isku haya raaw dadka Soomaaliyeed horan waa u sheeg waana ku celinaya diinta iyo dalka iyo isirka Soomaalnimada waxa difaaci kara waa dawlad dawladdi difaaci leh isku haysana qaabkii loo dhisi lahayd dastuurkii isku haysana doorashada isku haysana awood qaybsiga isku haysana waxa la isku haysta waa dawladdi hadaan dawladdi markii dadkii aysan u arkin in ayaga wada matasho oo ay danahooda wada mataleyso oo aysan halis ku ahayn oo ay cadaalad iyo kashin sanayaan sinan dadku u simeeyeen fursadaha oo cadaalad iyo garsoor meeshii ka jiray dadkii loo cadaalad sameeynaa hadda dadka dawladdu way raan wax ka jecelna dadka Soomaaliyeed maanta dawlad ma laha halkan ku xaar gixisa dagaalamay misaasada u dagaalamayaan siyaasada kaanti natiijadooda maxaa keenay ayaga ma jiri jireen toban toban sano ka hor shay ayagu ma jirin dawladda markay burburtay hoggaamiyaha kooxda sameysnay hoggaamiyaha kooxdu waa baabeen maxkamadaha yimid maxkamadaha kuwan dhalay qolada dagaal wax lin karo waa siyaasad xumo وفيري وحنا وها مكتوب وأصل كمشكلة ده وحنا وحى كفر عمي أصل كمشكلة ودول الآن حدول الآن هذي شباب شئ تمان سنة كبر مجرين شئ تمان كيس سنة هرا ضلك بربور سنة شباب مجرين نعم كلتها هي ولا هذا الواحد اللي نكره ده لو سعف شرك كره مشكلة ده نما كان نوع عنا كله تأسيس وهذا اللي كنا معذان لكن وهذا الكوا جوار ملا وعي ما بلش يجي بإسر جنس الدنيا معني أرجع ساعة هاتو أما كوا جبهة ذاك ها هاتو جبهة لقعد كذا الدنيا ما بيجي سبب جهاد أقول أنا هنتي دعوك صورة ما تا وهذا هذا أيوة عميم وهذا أيوة ما أقوله هي دولدة ما أقول شيء قرما لا وهذا هذا يا وهذا هذا يا سال وهذا هذا يا محلك وهذا هذا يا مهم إن ده ماني برد حوا ما بعرف بقى برد حوا حد قرطي إن وهذا هذا هنتي سيجرتوا دولدة الصومالية هي مدحونه هنا ما عنده وحير عنكم يجنوا وهذا هذا وحكم كايسا دودس وابش ويديه بس أنا نفتي اسمه الحين هاي دكتور كلو دولدة بويديه وهذا كوجرة لكن قولا وده إن قولا دان دقال ميسا لسود دوويو وده حدا لغو قان إيو قولا كو مقان لكن وهذا هذا ما مقال عنيق دول صومالي وده حيا دي مدحة وركي دينا فرما يستوائيون وحي إيش يغانو عيق هذا توس وده حيا إيكو حدا دقال ميسا عنيق ما مقال لكن وحان أغهي إن دولا ده إسكو هوليان إن يكوا صوبس لياني سود دوويان سي إيو لو كان مين لغو ده حالي كارو طبعا مركزنا شروط واي وين أقوم صدان سيستم كعالمي وين أقوم صدان حدود الجمهورية الفدرالية الصومالية وين دولتها درس كأمان قلنا يعني فاصلة شروطها هرية على أي نفط وذي سي لا أقول هذا لكن هدي قل هذا سيا قل هذا عوض هلا بقول عوض هلا يعني وين دولت الصومالية هالاين سو فرشين كابول ما حد وحيلي وحسود وين ناقوس إني ماشي لو هلا هي إمادان هدي مركز دولت الصومالية أقول عاتو إن لو هذا عوض هلا عن وسيناري كابول وأنا هلس لكن دول سواء دي كواس كيسة توحى الله حد لها إن منك إني أيضا تاي كوان إيسو أو قلادان وحي لغو ده حد لها دي مركز أنا وحاس لها إلا وده حد لها وحدي بكو جيران ما أمسين إيه جيران دوان أفر عطب الدستور كابا دان سحسين قلين الشعب كا حل ما أنكي وحد لها تكا فدقا يا الله دوت باك دي بنتي وحاس شاك تاي إني سنميل لك هير قلين ماشان لغو صلاة وندو أرتاد أحمسك بدلين ما أنسحين بقى أنا محبا ما إلا أنسحي ما أمسيني أنا الدستور كان أقانا وكي هراء وفدرات لكن من الحلو مدبو سيافر أعطوه وأستقعهم طاقة لو الدستور ما يلكره الدستور كوكي هراء أنا أردت دي الدستور كوكي هراء كان دنبين مجرى ما والله مبارين بروسيس كي لواسي حلها دي أحبا كي جيرا لما أركم مبارلان كوين جوه دوديسا وكي قيب قلعي صبح مبارين اللي أبغى لكنت قفوضة جوه اللي أبغى لكنت كينا وضعوا دهين
نور جرو هرنا واشيري سيدنا أبوك راح تلعب ضدك الجو ويدي مو وضع ذيني حدا مرك واحد جرو ما هو حاس أنا إني الدستورية أنا مسنه ما جرت إلا بروسس كي صح إلا مرة مركز الدستور نوكره حدا أتبي كلا يهري على السوق بي دوان قلها برلان كبرتو برشلونة وشاعد لكن كاسو عرقت ديبتان ضد هذا طبعا وإيمان صار وحلل هاي صح ما دمان قد سعد كلام سعني صح ما وحق الله صني يا الحركي دوري شوين كيال كيحس بيدا يالو أو دستور كان دوري شوين كانوا حكوا قرن إن مدحينها شعب صوت دورنا يا دستور كقيبها دمنا وحكوا قرن وبرلوان كدورنا يا مو كيس سوهر مريض دورنا حتى ما دستور كيس سوهر مريض دورنا مركي اللي بدلوا لقديه إن مدحينها شعب صوت دورنا يا المياه كان لقديه للدوقي مسكان لسوهر مريض دورنا وحاصر وحاء عن كلها هوش هذا ما أنت نوت على وإن دمع يتوبي ذلك للدفاع dadka waxay ku qaybsamayaan in laga shaqeeyo ma waa mid aan ka kar laanahay madaxda Soomaalida war waxaana maslaxadiina yarta idinka ka aragteen oo system adiga aad rabto gacan ku rumis adiga inaad sameysato ah mana sameysa kartidi walaalow dadka Soomaaliga ku kala qaybinin ha ku kala irdeenin u tulaana ku maqasa la socota arimaha dastuurka maxaa laga faa'iideeyaa maanta waxaa la irdeeyay oo arkaysa waxa ku socda oo dagaal iyo ama dadka laga hadashay ama weerar waa South West maamulkeedii hadii loo socdo birima hadana ma jubal aan hadan la sii diraya ay kuwa kale waxaan dadka minnimadooda in laga shaqeeyo way maanta watan ku sheega Soomaaliya waxay u baahan tahay hoggaan wax mideeya oo dadka Soomaaliyeed ku wajaha damaca cida kale ee rabta in dad badbadooda dhulkooda qaad ku wajaha laga raba cid dadka qaybisa lama rabo Soomaaliya maanta dawladdu waxay sheegtay qof iyo cod in dalka qabanayso doorasho soo socota waqtigan hadda 3 sano lagu jiraa kulatahay inay hirgeli karto qof iyo cod Soomaaliya inay ka dhacdo oo labada sano ama sanadkaas lagu boobsiyo ah waan doodo badan intaas aan ka galnay madaxweynaha xataa waa iska aragnay mas'uuliyiin kala dowladda waa iska aragnay aniga sidaaba hadii 4.5 ay gudaha shaqeynayso qof iyo cod ma aqaan qof iyo cod waxaan aqaan saajo kuraas la dhigo qofka soo saaray oo tartami karo oo wax door karo loona door karo ma haday wasaajadii xiran tahay oo qabaayishu xiran tahay waxa laga hadlayaa in dadka dooranaya si loo badi kara walaa wada furaya deegaankaas ma qaar kamid ah dooranayo ma ergada intii hor laga badinaya ma magaalooyinka laga dooranayo intii hor laga badinaya waxaas un baan u haystaa waxaasna aniga in la isla weeyo karaa lamaa halka qof fi cod madax uu leeyahay ma hadaas doorashada dadbaniyateen dafsiyooni lama caday qof fi cod wuxuu sheegay wax liiraada adduunka qof fi cod ah waxa madax uu xashay sheegay waxa aniga sheegay ma qof fi cod waa la yaqaanaa waa seejo kuraas la dhigay 3-4 ila seejadan xaafada wardiig leey 2 kursi ayaa taala dadka degana u tartamay waan loo dooran karaa faarax u tartami karaa cabdiraxmaan u tartami karaa taas aan qof fi cod waqaanaa laakiin haddii ba tahay kuraasti reehebel aniga hadda xilibaan qabiil ku fadhiyaa qabiilka intii leeyihiin intii ba qabiilkii bisa iskala kuraasta day tahay qof iyo cod maaha dadka inagu jahwareeriyo maaha in lagu gooyana maaha waa un ergada ha la badiyo magaalooyinka ha la badiyo cidda ka qayb galaysa ha la badiyo waay laakiin dooda madaxweynaha waa dhageysto masaajidka uga sheegay hadda sax maaha hadda waxaan ku leeyahay sax maaha qof iyo cod adduunka wax la yiraa waa la yaqaanaa dadkii kasoo qayb galay doorasho codi Soomaalida waa yaqaanaa kuwa hadda dibadaha ka yimidna waa yaqaanaa kuwa telefishinada ka daawado ama baagta ka akhriyo cilmiga siyaasadda iyo xisbiyada dhigtana waa yaqaanaan qof iyo cod waxaa la yiraahdaa anna inuu dooran karo hadda wax dooran kartaa la yiraahdo laakiin hadiiba kuraasta ay calaamaysanto leeyahay 4.5 waay anii 3 kursi hal sano tara jufada leedahay jufada madaxweynaha 3 waxay leedahay xisbi 3 xildhibaan hal sano tar ee si wixii soo qoreyna qof iyo cod ma waxa laga hadlaa waa dadka codaynaya un baa markaas la isugu iimaana wala badina mise waa la yareyna markii isku noqono ma qof iyo cod ma hadii adduunkan qof iyo cod ma waxas marka waa iska ma marsiyo laakiin waa laga yaabaa inuu yiraahdo madaxweynaha doodiis kala waa jirtaa saxba oo madaxweynaha dadka dooranayaan u dhaw laakiin xildhibaanada qof iyo cod ma madaxweynaha laga yaabaa inuu yiraahdo waa qof iyo cod oo shacabka isoo dooranaya taasna de anaga maba ogolinba saxna ma mana joogno xilli oo dad Soomaaliyeed ay madaxweynaha doortaan xataa waana sheegnay waagii 60-kii dimuqraadiyad jirtay oo 90-da jirtay madaxweynaha baarlamaanka doora jiray because institutiono ee aad madax fiiri markii madaxweynaha shacabka dooranayaan waa in la helaa national army ciidan qaran oo amniga iyo dastuurka ilaali kara xuduudaha dalka waa in la helaa maxkamada dastuuriga madax banaan oo doorashooyinka fiiri kara waa in la helaa guddi qaran oo doorasho madax banaan
وإن الهلاسي هو فنان إن عطك ضدك أودي بتين أو صحيح لكن فنزويلا هذا وعقد عادي حزبي ومعارك هاي دور شدي وكيف غير جلسات معارك هاي لكن نتيجة دول دخلوا واقدي نتيجة دي كلها واقع دول ده دور شدي ولا غير قالي مرك هدي أنت دور شل قال نتيجة ده ملك الله واقع الله ربنا تزدي سومالي حسيلون دي دبكتها أنت أنا وحاسس ده وقتي يعني سكلو منين برلمان كي أمبا مدعينا دور دونا دور شدا عن كود حضرنا سيد تي هو اللي بدوك أنا مهل من أقرأ عسنا مدعينا يدثي كلو دم أو هري جاس كلو سيدي هو كم الله بكرنا سك في عوانا هلا تسوى مثلا يعني سيدي مدعينا دول قبلات وسوس وقرا ينبركة أنا الأول لابد من مثلا وإن سك في عنا كنا وأنا لك يعني كنا لكن محب هذا سك في إن لو كانوا أنت لا تحضر لديكم مومن ساتندر يفسيوني إلا كباقصانيا أديغو وير نيشنز وحو كو سهلا يا إن أديغو تشوغ يوروبا ما كندا أديه الكاغا أفريكا كو سوغان سي توسا لعقو كو ديري كرتو تيما كو غنعيا يدك دك سيمو كلاسو ديك هاد بلاي ستور أما بي ستور وير نيشنز أديغ لو بوغي لنا مهدي يي ورطا أني تاندو ما غانا بارلانك سمولي أو غانا مرنا وحالو غبجري اسكول بوليسية مرنا وحالو قبجري تاندا هدي تاندا دتك اي دفت برلمانك عادي انا لو كانو دورشد واحد يوم مله برلمانك هدا ان فديسن هلا كانو لكن لاما مارمي او كان او مهرتو مالك عادي كرمال تومالي انت دولت هاي با هرتو 10 سنه او هوره او ديمقراطيه دي 9 سنه اي هدا انت عرفت لا سو بلاو هرتو واحد دورناي انت برلمان با واحد دورناي مالنا مدحين واحد دورتين مجر وانا كو شيغي ان مدحين شعب دورتا وحي وبانت هو كو شيغي من يالان دلك هادرتان داسو انا هادرتان انا عربتي افريكان كاي واركان ودا كان انه استابل يحي وها استابل كدغاني اما حسلوني سيانه وها واي برلمان كمدحد اي دورنايان كدي واي او صندوق دد كورتودا سو عد او ياله عدك انت لو ريدو او ادي ان دحين وا ترتمي خدا لا يقيان ما دحين اني مدحين وا ترتمي خدا لا يقيان ما دحين كو كل وا ترتمين وا لو جد هرتو لو برحي بيها خسر ما هين لكن صندوقي انت حاول مالك كميدا اما قبلاد لا جيو لا يراد عدك هبل لا وشوبي taas dii wixii keenay su'aal iyo qana wada kan keenay 2012 wixii ka ridi crisis aad ogtahay doorashada labaadne maxkamada diido waa lagu noqday markan ka hadlayna arrimaha siyaasadda gudaha shirka madasha wada tashiga iyo hoggaamiyaha Soomaalida madalaha ugu badan ee go'aanada siyaasadeed lagu gaaray kamid arintan doorashada aan ka hadlayno ayaa kamid ahayd waxyaabaha ay gaareen sanad ka hor ahayd November sanadkan qof iyo codin la qabtay hadana lama qaban maxay kula tahay inuu qabsoon milay wad هذا واحد من كل شيء قفي عدنا وسي جرينا وساسة وجي دانا دي جونا يهد دول ذا هوس نوفمبر من تحت ويدي شركة NCC ولا قبلها يعني والو كردون تي هذه ما نعمله مثل كم دول قبلها لها اللي وحويرة ودي أش دول قبلها كم دول وحويرة إن اللي سكوي ما نورونا دي اللي سكوي ما هذا غور ترى سلكرين صوت واحد أنت كبع اللي صوت صار ناكرون ما الحين دول شين لقفت إلى أمريكا مرة هذا المدحون اكستنشن او سوتا ما له مر هذا الدون عم يقول او سوتا اكستنشن مو سعودي صاحبي صغار كم من دون هذا اكستنشن لو سعودين الدكتور ما سوان حد يقول هذا دكتور زين هذا السنه او درتين هذا السنه كان او دريس اساس او سوتا عند سوق تعال ما هو كرني زي مدود هذا ديك مدو كروس ربي مركا اقول مدو كروس وبا لو سوده وحنا نو جوافين انسان نو دال انسان قف يقعد يا بلا كدعدي دستور لبدل اي مدينا شعب دورنا اي وحا دن ومدو هل كرديو مدو هل كردينا دي ماشي كو دمان سو اد قال غرنا يا ولا يقانا مسير كيد مركا اني وحا ان 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 اسلايا وحا لو قبل اي شركه دو غبل وحا واي دني من كانوا شرع الان دلك كو جوغان دو غبل ده ما ديت كو حتى سنه لو در هذا نوفمبر ودمانيا مقلتني سي جوي كران هدي غفي كو قبسد هاد هاد مله او يرادو وكا دعد انا مشه مدحينه كا يا محدد هاي لكن وحالات هلسه سوما دو بحالس دي وبا قترت لين هاي بدي ان ان دول قوي شرع الهي او مدحد شرع اسمه دتي كدماد ان دلكي دمعتو بي كفرين ان دتكي قبائل اي دربان لو تو ماي قبيلات ان ومد على يد سومال ما انت وحي وباهي بنت هاي وهوغان هلست وين ما انت سومال هيستو ان هوغان ادرك بدبادي كراجوي دوان waxa soo saarteen in ku siyaasina bilowgi dastuurka in Puntland maqnaan sheegdo oo san saxayn in hore loo socdo shirka madarsha la sii qabto arimaha laga hadlo jawaab inta heshan maxay waa laga socona waa ku sheegay rajin koorantis buu dhigay madaxweynaha anaga markaa naga mid ahayn waxa uu dhigay lagama soo karo
مدرشي ميدوغو مشرحين تا وحيد الشيما اللارون كلا ترماتشي سارتي العين حاس الشيخ و إسلا فرماتشي ستيركس جيلين واقيس كمبيوتر كمارت وود إي أكسيلو ليه مركا وود كو حكاقة عدو كما كو بيه كرتد كما بيست غري كرتد كما دجي كرتد أكسيلكا أنا وحانك بقي واب كو بيه واب جراهي لكن إنه شيء كلا أكسالي هن عفسيجه هيسا أو لو بستجري. بدهن تاسي عن سوق جوينا ورئيسنا جارك علي لنا عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة أو كم ده سياسيين الصومالية كانت ترسن قلها برلمان كويت منات قرانا قلها شعبك برلمان كفدرالية الصومالية وحنا كجها لنا ورئيسنا الرماس يا سيد دلك جارهن هل كأي صومالي وصعته هي حالة قبل كجيس كأفريقيا وكشران سياسي حقوق له كتاجن بدعس هذا يلا ما ست عبد الرحمن. الله مبارك. تمليس. American International School oo xarumo ku leh dalka Mareykanka ayaa lagaga furay magaalada Nairobi waxa uu ku hayaa tacliinta sare leh oo la mid ah tan USA iyo shahaado ilmahaaga uu ogolaanayso gelida jaamacadaha Mareykanka qabashada ardayda ayaa socota kala xiriir telefoonada shaashada ka muuqda